أول قرش لتقدري تدبري حالك من مين كان؟ الرائد زياد. من الله بواسطة زياد. تاني علامة خير بيتك وصورة العذراء. باقية متصدرة بيت وطفة المسلمة، دليل محبة وتسامح الأديان. ميسم، تاني مبلغ عم يبعتو الله إليك لا كان على بالك ولا خاطرك. أنا اللي واقف حدك. يمكن مش زمن عجايب، بس كل شيء الله بيعمله وبيزرعه قدامنا في عبرة ممكن تسميها عجوبة إذا فهمتيها لقطيها ومشيت عليها. يمكن الله بعت لي كل هول لأني مظلومة. مظلومة وهو بيعرف. عيش معي 20 سنة وأكتر بالحبسين الجواني والبراني، ما فرقني لحظة. يمكن هو اللي بعت لي أمر جوات الحبس. ميسم، تعال عندي. اسمعوني منيح، هيدي المخلوقة بنتي. لا عم تضحكي ولي؟ بعتذر ستنا، بس ضحكتني كلمة بنتي. بنتي يعني تحت جناحي. كلنا تحت جناحك ست قمر يا مامتنا انت. بس هي بنتي الصغيرة لأن أضعفكن، رح اهتم فيها حتى تكبر ويقسى ريشها. مساقبل اليوم مزاجي رايق، اتضحكوا قد ما بدكن، بس ما حدا بيزعج لي ميسم، مفهوم؟ وانت ما تكوني خسعة. مش قادرة اقعد هون. ليش مين فينا قادر يقعد هون؟ مش قاعدين برضانا حبيبتي. انت محكومة 25 سنة، يمكن انا اكتر او اقل، وهيديك وهيديك. بدك تتعودي. بعدين شكري ربك اللي طلعتي بزنزانة الست قمر. قوش الست قمر مثل ما شايفي ممنوع يكون فيه أكتر من 5 نسوان. ستة؟ لا. اشكر ربي؟ أكيد. بتحبي انقلك علبة السردين؟ اشرحولا صبايا شو يعني علبة السردين. الله لا يدوقك إياها. نحن محظوظين مع الست قمر. سمعتي؟ سمعت. مش مطلوب منك إلا تسمعي كلمتي، ومن هونيك بتطالع بتعيشي مرتاحة. ليش أنت غير شكل؟ بعدين بتعرفي، يوم بعد يوم بتعرفي أكتر.